فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت في حاجة ماسة إلى كلب حراسة ولا أستطيع الحصول عليه إلا عن طريق الشراء، فهل يكون البائع هو الذي يلحقه هذا الإثم وأنا لا يلحقني شيء؟ والله ما نفتح هذا الباب، كلنا بيدخل. إذا نقول لا يجوز بيع الكلب فقط، ينتفع به ولا يباع. نعم، والكلاب كثيرة، الكلاب كثيرة، دورت كلب بدون بيع. نعم، ودربه، دور كلب ودربه أنت. نعم.